ابو جعفر وين نطلع؟ تست مايك تمام؟ تفاجأنا قبل يومين نحن معشر المحررين في صفقة وفاء الأحرار بقرار من رئاسة السلطة الفلسطينية بقطع رواتبنا دون أي مبرر أو إشعار سابق أو لاحق، وقد حاولنا منذ اليوم الأول التواصل مع جهات رسمية في وزارات مختلفة في رام الله استيضاحاً لما جرى ولمعرفة مسوغات هذا القرار الجائر، ولكن كان الجواب على ألسنة من طرقنا بابهم واحد، إنما هو قرار من جهات عليا لا نعلم عنه شيئاً. نعم، بجرة قلم وبقرار تعسفي تقطع السلطة رواتب أسرى أفرج عنهم في صفقة وفاء الأحرار ليشمل القرار أسرى الصفقة من غزة والضفة والمبعدون إلى غزة والخارج، وكذلك للأسف الأسرى الذين تم اعتقالهم من الصفقة، أعيد اعتقالهم. والسؤال: لمصلحة من تقطع رواتب المحررين في صفقة تبادل مشرفة أذلت فيها المقاومة رأس العدو وكسرت أنفه؟ خليكوا شوي خليكوا. خليكوا شوي يا جماعة.